وقد ارتأينا الاجتماع بكم اليوم مجددا من خلال استشارة وطنية واسعة معكم أنتم الشركاء الاجتماعيين للإصغاء إلى وجهات نظركم وآرائكم لتحديد تصور فيما يخص الإجراءات الواجب اتخاذها لتنظيم الدخول المدرسي 2020-2021 وبالتالي ضمان عودة 10 ملايين تلميذ إلى مقاعد الدراسة في ظروف لائقة دون المغامرة بهم. وتتضمن مشاريع المخططات الاستثنائية لتنظيم الدراسة التي أعدتها وزارة التربية الوطنية جملة من المبادئ العامة تتمثل فيما يلي: ضرورة المحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين وسلامتهم بالتقيد الصارم بالبروتوكول الصحي الوقائي، اعتماد التفويج بحيث يقسم كل فوج تربوي إلى أفواج فرعية لا يتعدى عدد تلاميذها 20 تلميذ، عمل بالتناوب بين الفوجين الفرعيين، تجنب تجمع أعداد كبيرة من التلاميذ وفق تنظيم الاستقبال وحركة وسير تلاميذ داخل المؤسسة، ضمان حجم زمني كاف لإرساء الموارد اللازمة لتنصيب الكفاءات المستهدفة في مناهج كل مستوى تعليمي، بحيث يمكن استغلال 6 أيام من الأسبوع في الدراسة من السبت إلى الخميس مثلا بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي، تكييف مضامين مناهج المواد التعليمية مع التركيز على التعلمات الأساسية لكل مادة بما يتوافق والحجم الزمني المتاح للإنجاز، بحيث يمكن مثلا وهذا مجرد اقتراح تقليص التوقيت المخصص للحصة في الطور المتوسط والثانوي إلى 45 دقيقة.